قضت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين 21 نوفمبر الجاري بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق والمحامي محمد زيانة، كما قررت الاعتقال الفوري للمدعى عليها. وأفادت مصادر مطلعة بأن محكمة الاستئناف أصدرت حكما بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بحبس زيان 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لفائدة مطالبة بالحق المدني. ومن بين التهم التي يتابع فيها زيان التحرش الجنسي وإهانة هيئات منظمة وبت ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها والابتزاز والتهديد وغيرها من التهم. توفي الفنان المغربي ميلود العرباوي شقيق الفنان الشعبي عبد العزيز ستاتي صباح اليوم الاثنين بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء. وأعلن الفنان عبد العزيز ستاتي شقيق الراحل ميلود العرباوي عن وفاة أخيه عبر حسابه الفيسبوكي في تدوينة جاء فيها: وداعا لرفيق الدرب رفيق النجاح أخي ميلود العرباوي، إن لله وإن إليه راجعون. وأرفق ستاتي هذه التدوينة بصورة جمعته بشقيقه الراحل ميلود العرباوي. نعى الفنان الشعبي عبد الله الداودي الفنان الراحل ميلود العرباوي شقيق الفنان الشعبي عبد العزيز ستاتي صباح اليوم الاثنين بكلمات مؤثرة. ونشر الداودي صورتين جمعته بالراحل عبر صفحته الفيسبوكية وأرفقهما بتدوينة جاء فيها: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الطيب الخلوق العرباوي ميلود أخو الفنان عبد العزيز ساتي. وأضاف الداودي: بهذه المناسبة الأليمة يتقدم الفنان عبد الله الداودي بأحر التعازي والمواساة لكل عائلة الفقيد الصغيرة والكبيرة، راجيا من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإن إليه راجعون. وختم الداودي تدوينته قائلان: الله يرحمك خويا، خبر وفاتك نزل علينا كالصاعقة. حميد الراوي والملقب بالحار شاب مغربي عمره 25 سنة، اقترح عليه أحد أصدقائه تحويل جدار مهمش ومتسخ بمدينة سوق أربعاء الغرب إلى لوحة فنية بمناسبة مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم، فقام بتحويل الفكرة إلى عمل ميداني أبهر سكان المنطقة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر الحار صور عمله الفني الرائع عبر حسابه الفيسبوكي وأرفقها بتدوينة جاء فيها: آخر أعمال الفنية عبارة عن جدارية للمنتخب المغربي، مدة العمالة 60 ساعة، نتمنى تعجبكم ومرحبا بتعليقاتكم، تحياتي لكم. جريمة بشعة تلك التي هزت مدينة وجدة قبيل قليل، حيث أقدم شخصون على قتل سيدة وابنتها وحفيدتها وإصابة ضحية رابعة بجروح بحي التكنة العسكرية بمدينة وجدة. وذكرت مصادر أنه جرى نقل الضحية الرابعة للمستشفى في وضعية صحية وصفت بالخطيرة، مؤكدة أنه تم إطلاق 5 رصاصات لإيقاف الجاني، والذي رجحت المصادر ذاتها أن يكون مختلاً عقلياً. هذا وحلت بعين المكان المصالح الأمنية والسلطات المختصة وعاينت الواقعة وباشرت عملية نقل الجثث إلى مستودع الأموات.
فوجئ الفنان المغربي ياسين أحجام بوفاة والديه حسب ما أعلن عنه عدد من أصدقائه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن ضمن هؤلاء الفنانين عبد الكبير غاغنا الذي حرص على تعزية زميله وصديقه ياسين أحجام عبر تدوينة فيسبوكية جاء فيها: صادق العزاء والمواساة لأخي العزيز ياسين أحجام ولأسرته الكريمة في وفاة والديه. وأضاف رجاجنا: الله يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإن لله وإن إليه راجعون. توفي الفنان المغربي الكبير والدكتور الصيدلي عبد العزيز حجي، وحرص مجموعة من الفنانين المغاربة على نعيه بمواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم الممثل جواد العالمي الذي نعاه بحسابه الفيسبوكي قائلاً: الفنان عبد العزيز حجي في ذمة الله، أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الصغيرة والكبيرة، رحمه الله وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. ويعد الراحل عبد العزيز حجي من الممثلين المغاربة الذين أدوا أدوارا مختلفة في عدة أعمال تلفزية وسينمائية ومسرحية، ويعد دور التاجر اليهودي في فيلم خربوشة للمخرج حميد الزوغي من أجمل أدواره. نجت الفنانة المغربية هدى صدقي من الانفجار الذي هز يوم أمس الأحد شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط العاصمة التركية إسطنبول. وأطلت صدقي يوم أمس على متابعيها عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وهي في حالة من الذعر والهلع، معلنة نجاتها من الحادث الذي ضرب إسطنبول. ومباشرة عقب ذلك أسرعت الفنانة المغربية إلى المطار من أجل العودة سريعا إلى المغرب. وفي الختام حرصت هدى صدقي على طمأنة محبيها، معلنة عودتها بسلام إلى أرض الوطن، كما توجهت بشكرها إلى جميع الأشخاص الذين تواصلوا معها وحرصوا على الاطمئنان على وضعها الصحي.